فارس حلو، نجم ملايين بيحبوه. بال2010 بنى فضاء مستقل للثقافة والفنون اسمه البستان. خريجين قسم التصوير بسوريا يرسموا أول لوحة من حياته في هذا المكان. بده يكون نعم. الجيش الإلكتروني يأخذ على عاتقه محاصرة كل من لديهم أفكار معارضة للنظام السوري، لينشر على الإنترنت أرقام هواتف فنانين سوريين مثل فارس الحلو ومحمد الرشي، موفرا الفرصة لأتباع النظام لمهاجمة هؤلاء الفنانين مباشرة. أنا هلأ ماني متواري، هلأ أنا عم إجوا مسلحين اليوم على المشغل لفوق. هيك بدي اسقط النظام ان شاء الله. هيك حاسس حالي كأني ما بعرف شيء على الإطلاق. المخزن ذاكرتك كله هذا انتسب. رجعت شكل علاقاتك مع السوق أول مشتري.